كنا حفظنا السيناريو ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان. قبل بس ما اشكر حضراتكم عايز اقول لحضراتكم سريعا جدا تصريحات مارتن اسارتي المدير الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي. قال ان الاهلي قدم مباراه قويه امام فريق مميز وان هناك بعض الاخطاء من جانب اللاعبين في الشوط الاول الا ان الفريق نجح في تدارك. اشار الى ان الاتحاد السكندري فريق مميز ويمتلك عناصر مميزه لافتا الى ان النادي الاهلي تغلب على الجانب الدفاعي. اضاف ايضا ان مواجهه الاتحاد جاءت في ظروف استثنائيه. شدد على ان الاهلي يحترم جميع المنافسين وان الدفع بصالح جمعه في المباراه الثانيه على التوالي جاء نتيجه التزامه الشديد ووصل إلى الوزن المثالي. وأشار إلى أن الفريق انتظر عودة وليد سليمان وحمدي فتحي. بمناسبة حمدي فتحي يكون جاهز للسفر غدا. هل هيسافر ولا مش هيسافر ده هنعرفه بكرة، ولكن حمدي فتحي جاهز أنه يشارك لأنه شارك في التدريبات الجماعية. وليد سليمان لسه إن شاء الله بعد المباراة القادمة. دي كانت أهم تصريحات كابتن أو مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي النهاردة. الحقيقة أو